خلينا ناخد رأي آخر أيضا من خلال الكاتبة الصحفية منال لطفي مدير مكتب الأهرام في لندن. مساء الخير أستاذة منال. مساء النور أستاذة شفقي والمستمعين المصريين الكرام. أستاذة منال، قولي لي يعني وقت أولا نحن نترقب منذ الصباح والإعلان بالقصر باكنجهام، البيان الأول بأن الملكة تحت الإشراف الطبي، وكان يبدو واضحا بأننا سنستقبل هذا الخبر في خلال ساعات. كلميني عن العائلة الملكة، وصول العائلة الملكة إلى قصر بالمورار والجميع كان موجود حول الملكة. كلميني عن يعني ما سيحدث في الأيام المقبلة. أولا نحن عرفنا في منتصف النهار حوالي 12 ظهرا أن الملكة ليست في حالة صحية ممتازة، وأن هناك قلق من الأطباء على صحتها. وبعد ذلك على طول توجه الأمير أندرو وإدوارد وأيضا ويليام وصوفي زوجة إدوارد، وبمجرد توجه الأربعة في طيارة واحدة تدركين فورا أنه في الأمر شيء خطر. الساعة 4:30 طبعا بريطانيا حتى 4:30 لم تكن تعلم أي شيء، وحتى لغاية 6:30 يعني 4:30 تم إبلاغ رئيسة الوزراء الجديدة لستراس، 4:30 تم إبلاغ رئيسة الوزراء، ومن يقوم بالإبلاغ هو السكرتير الخاص للملكة. تمام. فالسكرتير يبلغ رئيسة الوزراء أنه الملكة توفيت، ثم بعد ذلك بعدها بساعتين 6:30 عرفت الصحافة البريطانية والشعب البريطاني والعالم أنه الملكة توفيت. تمام. إذا طبيب الملكة الخاص طبعا أعتقد أنه كان يدرك أنه الملكة في ساعتها الأخيرة، لأنه عادة عندما يتم إخبار الشعب البريطاني، لأنه كل ما يتعلق بصحة الملكة عادة سر ويتم التكتم عليه، يعني لا يتم أبدا. هذا حدث تحديدا هذه المرة الأولى أعتقد أستاذة منال، هذه المرة الأولى أن يخرج قصر باكنجهام بهذا البيان عن صحة الملكة، وهذا الشيء المفاجئ، لأنه الملكة قبل 48 ساعة عندما كانت تنصب لستراس وزيرة رئيسة للوزراء كانت تبدو بصحة جيدة، لم يكن هناك أي شيء يؤشر إلى أن هي مريضة. طبعا نحن لا نستطيع أن نخبر الطبيب الخاص للملكة أنه يخبر الشعب البريطاني تحديدا حالة الملكة، لماذا ماتت خلال 48 ساعة من مقابلتها لرئيس الوزراء. ولكن يمكن الأطباء بالأمس كانت الملكة عندها الاجتماع الدوري اللي بتلتقي فيه بعض الأمور، نصحوها الأطباء بألا تخرج لهذا الاجتماع، فيبدو أن اللقاء الأخير كان مع ليزا تراس، يعني أنها تستقبلها فقط يعني، وبعدين يعني يبدو أن الملكة شعرت بقى بالتعب يعني بعدها. وهذا يدل على أنه هي حتى اليوم الأخير فكرة السنس اوف ديوتي، إحساس الواجب. الملكة طبعا صحتها متوعكة منذ فترة بعد إصابة كورونا، وهي اشتكت شخصيا، قالت أن كوفيد 19 أثر كثيرا على صحتها، وبدأت تستخدم العكاز، ومنذ وفاة طبعا زوجها الراحل طبعا هي حست بالأسف أيوة وقت وفاة زوجها. أنا عايزة بس أخذ حضرتك للأيام المقبلة، كلمينا عن، أنا عارفة أن هناك بروتوكول، وبروتوكول موجود منذ سنوات باسم جسر لندن، وله أيام داي 1 داي 2 داي 4 لحد داي 10 أعتقد أو 9 حيث الجنازة. هل تم إعلان على أنه شكل الجنازة ممكن يبقى عامل إزاي، أو إيه اللي هيحصل، وتسلم الأمير أو الملك بقى تشارلز المملكة تسلمها من الآن يعني؟ غدا طبعا هيكون أول شيء صباحا 9 صباحا هتبدأ قرع الأجراس في كاتدرائية ويستمينستر وكاتدرائية القديس بولس في منتصف في وسط لندن، وهذا حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الراحلة. وبعد ذلك سوف يتم أيضا إطلاق الطلقات البندقية أو بالبنادق في هايد بارك وفي تاور هيل، وممكن بالتأكيد هناك دقيقة صمت وطني على نوع من الحداد على وفاة الملكة. أيضا غدا أعتقد أنه من المتوقع أن الملك تشارلز الثالث سوف يجري أول لقاء لي مع رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء لستراس، سوف يكون هذا أول أداء رسمي لوظيفة صحيح رئيس الوزراء للملكة. والبرلمان أعتقد أعضاء البرلمان سوف يلتقي أيضا لاحقا مع زعيم المعارضة السير كريستارمر ومع رئيس أساقفة كانتربري، هذا كله سوف يكون غدا. من المتوقع أيضا أعتقد أنه تشارلز سوف يلتقي بعض المسؤولين الكبار رفيع المستوى في مكتب الملكة. لماذا؟ لأن هناك الملكة طبعا لديها ما يسمى الريد بوكس، هو طبعا الصندوق الأحمر، هذا يكون في كل أمور الدولة العاجلة والحساسة،
وبسبب الطبيعة المفاجئة لمرض الملكة والطبيعة المفاجئة لوفاة الملكة، يعتقد أنه في الريد بوكس هناك الكثير من شؤون الدولة التي ينبغي على الملك الجديد أن يطلع عليها. إذا غدا سوف يجتمع هو مع كبار مسؤولي مكتب الملكة، وسوف يطلع على هذا، سوف يتم في قصر سان جيمس على ما أعتقد، سوف يطلع على الأوراق الهامة بالدولة البريطانية مع كبار المسؤولين في مكتب الملكة. ترتيبات الجنازة بقى، لأن دي جنازة القرن، يعني هذه الجنازة المهيبة لملكة حكمت في العالم 70 عام، هي جنازة مهيبة هتكون، هيكون وضعها إزاي؟ هل هيسمح للشعب بأن يلقوا النظرة الأخيرة على الملكة وقبل الجنازة، ولا ده في حضور الجنازة؟ لا أكيد صحيح، سوف يسمح بالتأكيد حتى للبريطانيين، ليس فقط عندما يأتي الجثمان إلى لندن هنا ويوضع في ويستمنستر آبي، لكن حتى سوف يوضع الجثمان غدا في هوليرود هاوس، هذا القصر ملكي في اسكتلندا، والملكة كانت تحب اسكتلندا لأنه قضت فيها شهر العسل مع الأمير الراحل فيليب. تمام. فغدا الاسكتلنديين سوف يلقون نظرة الوداع على جثمان الملكة في هوليرود هاوس، ثم بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى باكنغهام بالاس، قبل أن ينتقل لباكنغهام بالاس بقطار ملكي، وبعد ذلك سوف يوضع الجثمان في ويستمنستر آبي. من المتوقع بالتأكيد أن يشارك كل رؤساء وزراء المكونات التي تكون الاتحاد البريطاني، رئيس وزراء اسكتلندا طبعا وأيرلندا الشمالية وويلز، وطبعا كل المسؤولين. أنا برضو يحضرني يعني برضو سؤال هنا مهم، وهو شعور يعني شعور البريطانيين بتقلد الأمير تشارلز بأنه هو ملك بريطانيا، يعني الشعبية التي تحظى بها الملكة، هل تتصوري بأنها ستنقل بنفس الشعبية والمحبة، خصوصا أن الملك تشارلز له من الأعمال الخيرية، وهو يأتي من خلفية عسكرية، وأيضا يعني هو ودود مع الشعب، وله يعني مداخلات لطيفة ونكات كده مع الشعب لطيفة؟ هذا سؤال حلو جدا أستاذة شفكي. ليه؟ لأنه الأمير تشارلز قد لا يكون محبوب بنفس درجة محبة الشعب البريطاني للملكة الراحلة، ولا أحد في العيلة المالكة لديه نفس الشعبية بالتأكيد طبعا. لكن تشارلز سوف يكون ملك محبوب، واعتقد انه اهتمامه بقضايا البيئه، بقضايا الاحتباس الحراري والتحول المناخي او التغيرات المناخيه، كل هذا سوف يجعل الاجيال الجديده في بريطانيا ترتبط اكثر بالعيله المالكه، وترى ان هناك مستقبل للمؤسسه الملكيه، وبالتالي اعتقد انه برغم كل الصور الذهنيه السلبيه عنه بسبب ما حدث من طلاقه مع الاميره الراحله ديانا، سوف يتم استقباله بالكثير من النوايا الحسنه. فيما يتعلق بي وهناك الزمن، يعني هناك الزمن الذي مسح كثيرا أكيد يعني. لكن هناك نقطة أخرى متعلقة بالملك تشارلز الثالث والشرق الأوسط، يعني أنا كمصرية أعيش بلندن أتذكر دائما للملك تشارلز الثالث أنه فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، هو كان في غزة من فترة قصيرة مع كاميلا، وكان موجود هنا في مصر في زيارة، كان موجود في زيارة واستقبله الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة. مصر طبعا يحب مصر جدا جدا، ويحب جدا الميدل ايست اجمالا، وهو دائم التردد على مصر، وهذا بالتاكيد اعتقد انه الحكومه المصريه لديها علاقات وثيقه مع ملك بريطانيا القادم. لكن فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، لانه موضوع حساس، وليس كل شخص عنده الشجاعه عندما توجه الى غزه قال انه ما يحدث في غزه غير انساني، وانه تلك يعني وصمة عار على جبل الإنسانية حاجة بهذا المعنى. صحيح. وهنا حتى ذكروا بأنه تكلم في السياسة، لأنه العائلة المالكة تحكم ولا 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 تعمل بالسياسة، فكان ده خروج كده علقوا عليه، ولكن كان خروج طيب يعني. بالتأكيد، وأعتقد أن ولي العهد الجديد الأمير ويليام أيضا لديه تلك النزعة، يعني هناك بعض القضايا التي يحبون التحدث فيها مثل قضايا العنصرية مثلا أو قضايا الظلم الاجتماعي. صحيح. وبالتالي أعتقد أنه سوف تكون المؤسسة الملكية بتتحرك مع الزمن. صحيح. أي شيء ثابت لا يتحرك. صحيح. ليس به الديناميكية يموت. صحيح. وهم يعرفون ذلك. حتى الملك تشارلز كان علق على اللاجئين الذين يأتون إلى بريطانيا ويتم ترحيلهم، كان له تعليق بأن هذا غير إنساني، وأيضا كان له تعليق محترم في هذه النقطة. الحقيقة بريطانيا تشهد عهدا جديد بتقلد الملك تشارلز، يعني المملكة المتحدة بريطانيا العظمى. الكاتبة الصحفية منال لطفي مدير مكتب الأهرام في لندن، أشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتم، رحيل ملكة عاشت 70 عام
بكمية من الأحداث مرت في العالم وفترات كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا، هي محبوبة الإنجليز والشعب الإنجليزي بطبيعة الحال يعني يفضل المملكة ويحب العائلة الملكة ويرتاح ويستقر بأن تكون هناك المملكة باسم المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى. سنتابع معكم أكيد في التاسعة ما يجري في بريطانيا أولا بأول حتى يوم الجنازة.